السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نقدمو بشنيخة كتجي زوينة في المذاق وكتجي هشيشة بهذه الطريقة، جات زوينة بزاف حقيقة. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. عندنا الزبدة، عندنا 250 غرام ديال الزبدة من اللدة، عندنا نص لتر ديال الحليب، شيشة ديال الملحة، عندنا معلقة فاني. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو فيها. وعندنا الزيت القلي والعسل اللي غادي نبغيو في الاخر. وللتزيين غادي نزينو هكا شويه ديال اللوز افيلي ولا شويه ديال الزنجلان على حسب. غادي نديرو فواحد الاناء داك الزبده، غادي نحاول ندلكوها مزيان تطلق بهذه الطريقه. عندنا الطحين على حسب الخليط، غادي نضيفو دابا ملح على داك الزبده. ضفنا معلقة فاني، غادي نبداو نضيفو الحليب فوق ديك الزبدة بشوية بشوية. بعد غادي نبداو نضيفو الطحين. حنا كندمجو الخليط ديالنا بهاد الطريقة حتى ندخلو فيه ديك الزبدة. حنا على حسب الخليط اللي عندنا، على حسب المقادير اللي درنا. حنا كنعجنو، حنا كنضيفوه بشويه بشويه. من بعد غنديروها في العجانه باش تعجن مزيان، لان كتبغي التعجنيه. غادي نخلوها في العجانه كتعجن. بعد ما تعجنات غادي نجبدوها، غادي نزيدو ندلكوها شي شويه، غادي نقطعوها، غادي نفرقوها كل طريب بحدو، غادي نخليوها، غادي نجيبو السلوفان وغادي نبداو نلويو كل طريب بحدو. بهاد الطريقه غادي نحاولوا نديروها حربول طويل وغادي نفرقوها. غادي نلويها في السلوفان ونخلوها ترتاح. غادي نخلوها حتى ترتاح مزيان. كتبغي هي ترتاح مزيان، ومن بعد غادي نطلقوها بالمدلك بهذه الطريقه. خاصها تكون طويله، غادي تجي بهذه الطريقه باش ما كنبقاوش العجين نعاودو فيها بزاف المرات. غادي نتبعوا المراحل كاملين، غادي نمشيو عليهم. غادي نبقاو نرشوا شويه ديال الطحين، غادي نطلقوها. بعد غادي نجيبو الماكينه غادي نركبوها حتى هي باش من ندوزوها هكا. غادي ندوزوها في الماكينه، دابا غادي ندوزوها في الماكينه. ستجيبها الطريقه هكا، خليناها طويله
غادي ندير واحد الزيت نطلقوه، وغادي اللي طلقناها غادي نمشي نحطوها عليه، وغادي نخلوها حتى تنشف على الاقل نخلوها 3 ساعات هي محطوطه. غادي ندير واحد اخرى عاوتاني، غادي نحاولوا نطلقوه مزيان. درنا واحد الزيت هكا وغادي نطلقوها، اللي صغمناها كنجي نطلقوها خلوها تنشف. بعد ما درناهم كاملين دوزناهم في الماكينه، غادي نخليهم على هاد الزيت واحد 3 ساعات حتى ينشفوا. من بعد كنجيو نركبو في الماكينه هذاك ديال السباكيتي باش كندوزوها فيها باش كتخرج بهاد الطريقه. غادي نحطوها وغادي نحاولو نشدو بهاد الطريقه، العبر اللي بغينا القياس اللي بغينا غادي نمشيو عليها هكا وهي محطوطه. من بعد كنقطعوها، كنحاولوا كنفرقوها، هي اصلا كتجي كل خيط بوحدو. غادي نمشيو عليها كامله هكا، نفس الطريقه كنعاودوها. هي شحال مرتاحت كتطلع زوينه، ضروري خصها تبقى ترتاح. غادي نقطعوها، كنحاولو ملي كنهزوها كنحاولو نجمعوها هكا عند بعضها باش كتمشي كل خيط بوحدو. غادي نستفوها فواحد اللاطه بهاد الطريقه حتى كنساليو اللي عندنا كامل. غادي نمشي نديرو الزيت تسخن باش غادي نبداو نقليو. بعد ما سخنت الزيت غادي نبداو نديرو فيه. يلا تسخن الزيت غادي نقصو النار، غادي نخليوها قليله. العسل اللي صغبناه هي هادي غادي نصفيوها باش نديرو فيها بوشنيخه. اللي قليناه كنديروه كنخليوه اخرى حتى تقلى تكون هادي شربتنا العسل مزيان، كنحيدوها في شي كسكسه كتسقط راه ونديرو اخرى. كنمشيو لهاد المراحل تنساليوها كامله. من بعد غادي نديرو على شويه د اللوز ايفيلي ونطلقاو في التقديم. نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.